السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بنكمل سلسلة دروس رسم الكاريكاتير وتعبيرات الوجه، وبنبدأ بنرسم تعبير وجه جديد ونشوف هنعمله ازاي. يلا مع بعض. برضو بقسمه لأربع مجموعات او أربع مراحل، وكل مرحلة بعمل إضافة لتعبير الوجه من الملامح اللي تظهر قدامكم إن شاء الله. دي المرحلة الرابعة اللي بيظهر فيها الملامح الكاملة، وبعد كده هستخدم بقى القلم الأسود عشان أحدد الخطوط الرئيسية عشان تظهر بوضوح. من السهل جدا اللي انت تنفذه مرحلة مرحلة وتوصل للمرحلة الرابعة الأخيرة دي بكامل الملامح. وجدا على فكرة هيعجبكم الدرس، وهو سهل كتير، ولو احنا بدأنا واستخدمنا المراحل هنوصل بكل سهولة للشكل اللي احنا عايزينه.
هبدأ أعمل بقى بعض الرتوش بالقلم الدمج عشان أظهر برضو مناطق الظل والنور وأديله إحساس كده يعني بشكل جمالي. بستخدم طبعا القلم الرصاص أساسي يعني. ده شكله النهائي بتعبير الوجه الضاحك، وهنبدأ دلوقتي رسمة جديدة بتعبير جديد مع بعض، وهي دي الرسمة ونشوف هنعملها ازاي. يلا مع بعض. زي المراحل السابقة هي برضو 4 مراحل بطريقة معينة لغاية ما اوصل للتعبير اللي انا عايزه. طبعا هنا هستخدم القلم الاسود برضو للتأكيد على الخطوط ووضحها. اوكي، طبعا هستخدم القلم الرصاص وقلم الدمج مع بعض لأظهر بعض الرتوش والملامح في كل مرحلة كده. أنا بستخدم في المرحلة الأخيرة القلم الدمج والقلم الرصاص.
وهنا ده الشكل النهائي للوجه، عبارة عن امرأة ضاحكة. ان شاء الله يعجبكم وتنفذوه. هنبدأ في رسمة جديدة، تعبير جديد، هو ده الوجه اللي احنا هنعمله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. برضو 4 مراحل ونوصل للشكل النهائي زي ما احنا تعودنا قبل كده. خلصت القلم الرصاص وهبدأ استخدم القلم الاسود للتأكيد على الخطوط ووضحها. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده الدرس انتهى، وان شاء الله يعجبكم الدرس، وان شاء الله نكمل في سلسلة دروس رسم الكاريكاتير وتستفيدوا منه ان شاء الله. وان شاء الله اشوفكم في درس جديد من الدروس القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.